شكرا شكرا لطوق الياسمين، وضحكت ساخرة له وظننت أنك تعرفي معنى زوار الياسمين. يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدركين. شكرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفياء المواعيد الثقافية وين ما كنتوا وين ما توصلكم صورتنا وصوتنا. نرحب بكم في موعدكم اليومي من خلال تغطيات ومواكبات لأبرز المواعيد الثقافية في تونس وإلا في الجهات. احنا كنطلع عليكم أكيد بالجديد الجديد، فقراتنا حاضرة باش تكتشفوها تباعا. مرحبا بكم من السلكل. شكرا لطوق الياسمين. اليوم العالمي للموسيقى كما تعرفوا هو يوم 1 أكتوبر، هذيك علاش قصر نجمة الزهراء احتفل بهذه المناسبة من خلال تنظيم حفل رسمي لتسليم جائزة زرياب للحفاظ على الموروث الموسيقي وتثمين وتعزيز البحوث حول موسيقات البحر الأبيض المتوسط في دورته الثانية. هذا إلا حفل رسمي عرف تسليم الجوائز، وكان الحفل بقيادة الأستاذ عمر المتيوي. احنا كالعادة فريق طوق الياسمين كما تعودتوا يكون في الموعد باش نشوفوا معهم أكثر تفاصيل. شكرا لطوق الياسمين. للحفاظ على الموروث الموسيقي وتنميته وتعزيز البحوث حول موسيقات البحر الأبيض المتوسط، قصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد كان على موعد مع الدورة الثانية لجائزة زرياب. 3 جوائز وقع تسليمها لكل من المغربي عمر المتيوي والسويسري لورون أوبير والسوري سعد الله آغا. هو أن الجائزة هذه تقوم يعني في تونس، وأنها تؤسس يعني ببادرة من ميدفانتيان، ولكن مع طرف تونسي يعني هذا النجمة زهرة وليجي ام سي به، يعني هذا لأنه يعطينا على الأقل مقروئية ربما حتى نظرة في أن تونس تجم تتسع ثقافيا لجوائز بهذا المقدار. ولكن أن اللي يهمني أكثر أن لا تنعت هذه جائزة يعني شخصية فكرية فنية غير تونسية، وهذا أقولها بكل صراحة. لابد أن ننطلق فيما في كل ما يمكن أن يؤسس للذاكرة التونسية والذاكرة المنطلقة من فكر ومن ذكاء تونسي. أنا توا احنا يعني إن شاء الله باش نعلنوا هذا قريب، ما حبيتش نتحدث برشا على الأمور هذه، ولكن الأهم أنا إن شاء الله باش نعلنوا عن جائزة دولية للعلوم الموسيقية وغيرها في، ولكن تحمل اسم يعني شخصيات وأعلام يعني من تونس. هذا مهم علاش؟ لأنه اللي لاحظته أنه الحضور التونسي بالجامعة الأوروبية بالجامعات الغربية بالمراكز هو محتشم إذا ما يقارن ببعض الدول العربية أخرى. إذا قارنا بسوى هذه الدول يعني وخارج الدول فهذا يعني نكون مغيبين يعني. ولهذا الأهم في هذا كله أن إن شاء الله جائزة زرياب يعني هي شيء يعني جيد ومهم، لأنه يؤسس يعني لتونس كموقع يعني إشعاع مهم يمكن أن يجازي يعني أعلام من الفن والموسيقى والفكر عرب وغير عرب باعتبارنا فما هنا سويسرا. جائزة زرياب
للمحافظة على التراث الموسيقي في دول البحر الأبيض المتوسط وتشجيع وتثمين البحوث حول هذه الممارسات الموسيقية في حوض البحر الأبيض المتوسط. هي بادرة من ثلاث مؤسسات: مركز الموسيقى العربية المتوسطية، أيام قرطاج الموسيقية، وكذلك جمعية ميد 21، بروغرام ميد 21 بور ليكسيلونس اون ميديتيراني، للتميز في البحر الأبيض المتوسط. الفكرة من يعني إحداث الجائزة هذه هي مزيد إشعاع تونس على محيطها المتوسطي من خلال لي سيريموني دوغونيز دوبخي، يعني حفلات تقديم الجوائز، وكذلك مد جسور التواصل بين ضفتي المتوسط، وخاصة بين الموسيقيين الذين أبدعوا خلال مسيرة طويلة فنية طويلة في المحافظة على الموروث من خلال تعليمه ومن خلال ممارسته وتقديم العروض، أو كذلك الباحثين الذين ثمنوا هذا التراث من خلال كتاباتهم ومقالاتهم العلمية ومشاركتهم في المنتديات الدولية. في الدورة الثانية هذه فما ثلاثة حائزين على الجائزة زرياب. القاعدة هو أنه يكون فما على الأقل حائز على الجائزة من الضفة الجنوبية وحائز ثاني من الضفة الشمالية. هذه السنة عندنا عمر لومتيوي من المغرب الشقيق، وعندنا سعد الله ياغ القلعة وهو كذلك باحث في الموسيقى من سوريا، كحركة تضامنية، ولكن مش حركة تضامنية فقط، لأنه اعترافا يعني مسيرته بثراء إنتاجه في ميدان الموسيقي. وكذلك من الضفة الشمالية لوغون أوبير من سويسرا، وهو كاتب معروف جدا وموسيقي كذلك. أنا سعيد جدا بوجودي في تونس بلدي الثاني، وهذه ليست المرة الأولى التي أتي إلى تونس، ولكن هذه المرة لها أهمية خاصة بسبب هذا التتويج في بجائزة زرياب الموسيقية، وأنا أعتز بها كثيرا، وأعتز بهذا الحفل الكريم في دار البارون دي رانجي ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية. وسعدت كثيرا بوجود أيضا زملاء كبار أكرموا في نفس الوقت بهذه الجائزة. أتمنى فعلا لتونس الحبيبة دوام التوفيق والازدهار، وأن يجد البحث الموسيقي فيها أيضا مزيدا من الألق ومزيدا من المحبة. وأنا أعرف أن الأشقاء في تونس من محبي من كبار في العالم العربي، مشهور الجمهور التونسي بمحبته للموسيقى العربية وتقديره لأعلامها. اختيارنا تم على حساب يعني أبعاد الجائزة، اللي هي أعطيناها اسم زرياب لأنها تربط بين الشرق والغرب، وبالتالي الاختيار يكون من الضفة الجنوبية ومن الضفة الغربية للبحر المتوسط. اخترناهم على قيمتهم العلمية والفنية وما أنتجوه في هذا المضمار وما تركوه للتراث الموسيقي المتوسطي. أعتبر تونس بلدي الثاني ودون مجاملة، لأن أستاذي في البحث العلمي هو الأستاذ الكبير القطب العالم السيد محمود قطاط الذي يشرف هذا البلد. فإذا التتويج اليوم هو يعني اعتراف للموسيقى الأندلسية المغربية المعروفة بالآلة، تتويج لكل الفنانين اللي اشتغلوا، ولأستاذي المرحوم مولاي أحمد الوكيلي. جد فخور أن يكون تواجد السيد الوزير بيننا والوزيرة السابقة بيننا أيضا، ويعني ممثلين عن ميد 21 واللي جورني دو كارتاج. فإذا أشعر بالسعادة.
شاء الله بعد 4 أسابيع باش نعلنوا عن الخطة السياسية الاستراتيجية للثقافة في تونس 2016-2019 اللي حقيقة ستحمل مفاجآت كبرى، ولكن ما نحبش نتحدث عليها لكل حادث حديث. مسرحية تعلمونا هي مسرحية غنائية تعنى بحقوق الطفل، يعني الشعر اخذ مجلة حقوق الطفل وساخة في أشعار وقصائد شعرية. توليت أنا لحنتها مدة ساعة من زمان، وتوليت كوثر البحري الكوريغرافيا نتاعها، وتعديت مراحل عديدة إلى أن حضرنا العرض هذا. هي عبارة عن يعني أطفال تقريبا قرابة 50 طفل يرفضوا العالم هذا ويخلقوا عالمهم الافتراضي. وفي العالم هذا الافتراضي يعني يحكيوا على تطلعاتهم وعلى مشاغلهم، يرفضوا العنف، يطلعوا العالم أفضل، فيه السلم، فيه التعايش السلمي، لا فرق بين يعني بين الطبقات بين الأديان، ويطمحوا ل يعني دي بيت نوبل، يعني الأهداف سامية جدا. العرض هذا تقريبا يدوم ساعة ونصف، أنا تعبنا فيه برشا في مرحلة التحضير بتاعه، تقريبا عندنا عام كامل وحنا نحضره. يعني خذينا تقريبا 50 طفل معنا من مختلف أحياء يعني الجمهورية، معناها أبناء ما عندهم حتى تجربة في الأبداع ولا في الرقص ولا في الغناء. علمناهم الغناء وعلمناهم الرقص وعلمناهم يعني كل شيء، دونك خذاو لنا برشا وقت، والحمد لله يعني توج العمل بنجاح. عملنا أبون بروميير في رمضان اللي فات 28 جوان، كانت حفلة ناجحة جدا واخذت صدى طيب، حضرت فيه وزيرة المرأة السابقة، وكان انطباع باهي، وأن احنا يعني سعدنا يعني بعد التعبك الكل نسيناه، فهمت؟ دونك العمل هذا جاهز تو، دونك ان شاء الله باش معنا نعملوا عروض معناها في المهرجانات، وباش نسقوا مع وزارة الثقافة وزارة المرأة في عدة عروض في تونس. وثم النية انه زاد كيف انه نعرضوا في الدول الشقيقة والصديقة.
العمل هذايا معناها كتب كلماته بشير اللقاني، صديقنا واخونا بشير الشاعر الكبير معروف. دونك بالنسبه امور فنيه يعني تسجل في الاستوديو هذايا عند الفنان شكري حواله، وهو فنان معناها يعني وصابيل برشا معانا وقدير في الميكساج، وعطي الصحه عمل حاجه باهيه برشا. عملية التوزيع قام بها الفنان الكبير رياض السمعي، ونوجه له تحية، وإنسان جدير بكل التقدير والاحترام. العمل هذايا مدعم من وزارة الثقافة في نطاق الصندوق الوطني لدعم المشاريع الفنية، ومشكور على ذلك. صحيح الوزارة يعني دعمتنا، ولكن احنا يلزمنا يعني نواصلوا في المشوار، وهذه قطرة من النهر. يعني هو مشروع أولي قابل للتطور، قابل أنه يبعث معناه يتعدى حتى حدود الوطن. إن شاء الله يعني مبرمجين أن ثم يعني جهود باش نسوق العمل هذايا في البلدان الشقيقة والصديقة، في ليبيا، في الجزائر. أنا كنت معناها ما عنديش برشا، كنت في فلسطين، زرت الأراضي المقدسة، زرت القدس ضمن وفد تونسي، وكانت زيارة موفقة وناجحة جدا. وثم المساعي توا أن يعني نواصل المشوار مع الأخوة الفلسطينيين، أن نعرضوا العرض هذايا في دولة فلسطين، أن نهدي هالعمل هذايا باسم تونس وباسم الأطفال نتاعنا، للأطفال الفلسطينيين اللي معناها طول عمرهم يناضلوا ضد العنف، يناضلوا ضد القهر، ضد الاستعمار. احنا امنيتنا ان نعرض العرض هذايا في القدس، في رام الله، في الخليل، وفي البلدان العربيه الكل زاد كيف كيف. انا بدايه بنشكر فريق عالمنا الذي قام بهذا العمل العظيم الاوبرا، وعلى رأسهم أخونا وحبيبنا نجيب مسلماني المنتج والملحن لهذا العمل. للحقيقة هذا العمل هو يعتبر من باكورة الأعمال الفنية الحديثة في العالم العربي الذي يختص بشؤون الأطفال، المعبر عن رسالة سامية للعالم أجمع، تطالب ب الحفاظ على الأطفال في سياق الرسالة التعليمية والتربوية، والرسالة الإنسانية السامية الرافضة للإرهاب وللحرب، وتطالب بالسلم العالمي، وتساوي بين مفهوم الديانات المختلفة، وهذا يعني القيمة الإنسانية المطلقة على مستوى البشرية. للحقيقة هذا العرض الذي حضرته عرضا مذهلا بالتقنيات وبالأداء وبالأفراد وبالكلمات المعبرة والأدوار التي كان الأطفال يقومون بها بشكل متقن. والله أخذت لمحل برشا وقت، تقريبا سنة كاملة يسجلوا، يعني دينا بالآلات الموسيقية، يعني جو الموسيقيين والعازفين، وعلى مراحل متعددة من خيرة العازفين اللي عندنا في تونس الحمد لله. وبعدين جاءوا الأطفال يعني على مراحل، زادة خاطر عمل طويل ما نجموش يسجلوه يعني في شهر ولا في شهر. إيش كانت التجربة؟ متعبة شوية؟ تبدا نتيجة باهية وما تحسش التعب. والديما والوليدات الصغار الحق معهم جو، يعني تحس البراءة وكل التلقائيه واحساسهم وحبهم، حتى الكلمات واللحن شدهم الصغار، تروحهم يعني في الجو اللي يحبوه كما يقولوا. يعني كانت باهيه وما تعبتني حتى، تعرف خاطر حتى في القرايه وقت بدات الامتحانات كانوا معناها يعرفوا الامتحانات، ومعناها قالوا لنا تنجموا تقعدوا معنا ما تبداوش تتراني حتى تكملوا القرايه. ما قلقتكش معناتها في القراءة؟ نجحت قداش معاك؟ زدت في الكونكور 14 مين. يعطيك الصحة، باش تواصل في الميدان الموسيقي والمسرحي؟ إن شاء الله. باش تكمل؟ هي كفكرة رائعة، أول حاجة خاطر هي عمل متكامل، يعني نجموا قدموها للصغار ونجموا قدموها للكبار.
خاطر الصغار باش يعرفوا شنو هي حقوقها، وللكبار سورتو باش يعرفوا شنو هي لوبليغاسيون اللي عندهم اونفير لي زونفون، خاطر برشا عباد ما يعرفوش معناتها حقوق الطفل، ما يعطيوش قيمه. مسرحيه تعلمنا هي حاجه عجبتني برشا وحاجه هامه، ولازمها هي موجهه للكبار قبل الصغار، خاطر باش يربيوا صغارهم في ولازمهم يعرفوا حقوق الطفل، باش خاطر صغار اليوم هما رجال غدوه هما باش يبنيو البلاد. انا اول ما سمعت البرنامج في الراديو قالوا فما كاستينج، مشيت بنتي الصغير المتوسطه مشيت عملت الكاستينج، نجحت كي هزيت معايا بناتي الاخرين نستناو ننتظروا فيها في لونترينمون، قالوا لنا علاش ما يكملوش يدخلوا، كملنا دخلنا معناها ثلاثه بناتي كلهم موجودين في المسرحيه، والله استمتعوا برشا، خرجوا على الروتين، تعلموا منها برشا حاجات ما كنتش نتصور انهم باش ينجموا يقفوا فوق مسرح ويؤديوا ادوار كما هكايا. هما كانوا دي ديبيتون ما يعرفوا حتى شيء من الاول، تعاملوا مع فريق بروفيسيونيل كيما مدام كوثر، الراقصه اسمهان، محمد علي، جمال، سي بشير اللقاني، سي نجيب، كلهم دي بروفيسيونيل، سي منير العرقي، تعاملوا مع ناس مخرجين كنا نتفرجوا فيهم في التلفزه بركا، ما كناش نتصوروا ان صغار كيما بناتنا باش يتعاملوا معاهم. فرحنا برشا بالتجربه، وان شاء الله تفيد الناس، خاطر توصل حقوق الانسان وليل العنف. المسرحيه علمنا عجبتنا ياسر، تعلمنا منها برشا حاجات، تعلمنا كيفاش نعمل المسرحيه، كيفاش نطلع على المسرح على الركح باهي على الاخر، وتعلمت برشا حاجات. والجو كان باهي؟ اي على الاخر. عملت اصحاب في المسرحيه؟ اي برشا. نقدم شكر خاص لمدام كوثر والليكيب الكل، خاطرهم عاونونا باش نحيو الحشمه ونقفوا على المسرح ونقدوا برشا حاجات لحدنا. هكا وصلنا معكم اليوم الى ختام هذا العدد من المجله الثقافيه طوق الياسمين، اكيد باش نتواصلوا مع بعضنا غدوه مع مواكبات جديده، واذا كان عندكم اي تظاهره ثقافيه في تونس والا في الجهات ديما تتواصلوا معنا على صفحتنا طوق الياسمين والا عن طريق الفاكس 71 79 79 18. ان شاء الله تغطيتنا لليوم عجبتكم، وان شاء الله باش تلقاو الفنون الكل حاضره معنا تباعا في طوق الياسمين من الاثنين للجمعه، غدوه باش نتقابلوا في نفس التوقيت وعلى نفس القناه. نشكركم على وفائكم لطوق الياسمين، بقى لكم شكرا لكم، باي باي في الأمان. شكرا شكرا لكم.